والله يقول: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي لا يبدع المبتدع الذي بدعه العلماء وبدعوا منهجه وحذروا منه، الذي لا يبدعه هل يلحق به؟ إينا، الذي لا يبدعه يلحق به، لأنه ما يرى أنه على بدعة، وأن عمله ليس بدعة، وأن الناس مخطئون في الحكم عليه بالبدعة. نعم.